والنهارده ان شاء الله حلقه فريده من نوعها، حلقه بعمرك كله. الحلقه دي حياتك كلها متوقفه على الحلقه دي. اشمعنى؟ لان الحلقه دي هنتكلم فيها عن فضل العشر الاوائل من شهر ذي الحجه اللي احنا دلوقتي بنعيشهم دلوقتي. وخلي بالك العشر ايام دول بعمرك كله. النبي عليه الصلاه والسلام قول بعد ما تصلي عليه عليه الصلاه والسلام، يقول ايه النبي عليه الصلاه والسلام؟ ان الانسان لما يعبد ربنا في الايام دي العباده بسنه. يعني لو انت دلوقتي قمت الليل النهارده ان شاء الله قيام الليل او عملت عباده صغيره كده اكنك عملت 1000 عباده، الحسنه فيها ب1000 حسنه. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى يا جماعه اقسم بيهم في القران. تخيل لما ربنا بذات نفسه بجلاله قدره يقسم على حاجه، يبقى الحاجه دي قيمتها عند ربنا قد ايه، يبقى الحاجه دي شانها عندنا قد ايه. والفجر وليال عشر. ايه هم الليالي العشر يا رسول الله؟ كما اجمع العلماء ماشي، اللي هم العشر الاوائل من شهر ذي الحجه. معنى كده يا شيخ ان العشر الاوائل دول افضل ايام السنه كلها؟ ايوه، العشر ايام دول افضل ايام السنه كلها. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى اقسم بهم في القران، عظم شانهم عند ربنا سبحانه وتعالى. سيدك النبي بعد ما تصلى عليه قول عليه الصلاه والسلام، قول الاول عليه الصلاه والسلام، عليه الصلاه والسلام يقول ايه في الحديث الجميل قوي؟ الا ان لربكم في ايام دهركم لنفحات. يعني ايه يا رسول الله؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى كل فتره كده يا جماعه بينزل نفحه من عنده، نفحه يعني رحمه من عنده وعطايا من ربنا. رمضان يخلص يدخل لك في السته من شوال، سته من شوال يخلصوا يدخلك في العشر الاوائل من شهر ذي الحجه. عايز ايه؟ عايز يكفر لك ذنوبك، والله يريد ان يتوب عليكم. ليه يا ربي؟ عمل لك رمضان عشان يتوب عليك، عشان بيحبك، ربنا سبحانه وتعالى بيحبك، ربنا بذات نفسه بيحبك. تخيل لو ما كانش بيحبك ما كانش عمل لك الفرص دي كلها عشان تتوب اليه، لو ما كانش بيحبك ما كانش ادالك فرصه مره واثنين وثلاثه، رمضان وشهر ذي الحجه وشوال ومحرم والنفحات دي كلها. ليه يا ربي؟ والله يريد ان يتوب عليكم. اسمع الى النبي عليه الصلاه والسلام بعد ما تصلي عليه، النبي يقول ايه في الحديث الصحيح؟ ما من ايام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام. تأمل في الحديث ده كده، يعني إيه؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لك مفيش أيام عند ربنا يحب إن أنت تعمل فيها أعمال صالحة ماشي أكتر من الأيام دي. ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام. فالصحابة استغربوا، دهشوا، يا رسول الله حتى الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل، حتى الجهاد إلا رجل خرج بنفسه ومالي ثم لم يرجع من ذلك بشيء. الله عليك يا رسول الله.